يوم جديد شهدته مدينة بنغازي التي أصبحت خارج سيطرة نظام العقيد معمر القذافي، واحتفلت اليوم بجمعة النصر احتفالا بتحرير الشرق الليبي والمطالبة بنصر طرابلس وتوسيع نطاق الاحتجاجات لاستكمال إسقاط النظام. بنغازي تنتظر استسلام طرابلس الجميع في شوارع المدينة، متأكد وعلى يقين أن العاصمة تسقط عما قريب. هنا مجموعة من المتطوعين يحاولون الذهاب إلى طرابلس للقتال ضد قوات القذافي. في مدينة بنغازي التي حررت منذ أسبوع، قام المتمردون بتشكيل لجنة ثورية التي ستكون بمثابة حكومة محلية جديدة لإدارة شؤون المدينة والتنسيق مع باقي المدن الشرقية. أنحاء المنطقة تحتفل بتحريرها في انتظار سقوط غرب البلاد، وهناك أصداء عن أنه لن يكون فصل بين شطري البلاد وأن طرابلس ستبقى عاصمة ليبيا المحررة.